وصام الصائمون. يظهر على أنها فارقت الدنيا، فارقت الحياة، وعيسى ليس معها. ولد بطبيعة الحال حتى لو كان نبي، وحتى لو كان وصي، الفراق والفقد شيء عظيم. عيسى على فقد النجيبة يهمل العين، والأفراق مريم يا خلق يصفج الكف. إنادي وعبرات على خديه لها، يما يا معصوم اللي ما ينكر فضلها، غمضت عينك وانا عبراتي اقرا اهلها، فقدك نحلني يا عزيزه واهمل العين، فقدك يا يما زيد علي المصايب، وانا على فرقاك من الراس. انت متذوق للشعر، يلا. وانا على فرقاك من الراس، وانا بعد عيناك. شو بتسوي يا عيسى يا نبي الله؟ وانا بعد عيناك بشد العصايب، لانك عزيزه ومفخره كل النساوي. ماجور ماجور، اسمع شو يقول. يقول لكن ما شفنا لك ضلع بالباب مكسور، لكن ما شفنا لك ضلع بالباب اقرأ وياي مكسور، مثل البتولة الطاهرة مخدومة الحور. اسمع اسمع، حيدر يناظرها ومن الدمع منثور، ويعاين على الدار هجمتها الملاعي. وأما حسن وحسين إن خروا على مخروا على الزكية، يلا ويا. وزينب تعاينهم ودمعتها تبكي وتنادي يا علي، يا علي دلتفت ليا، خلني اشوف ام البتول يا ضي العين. اسمع يا حبيبي، وادعو لهذا صاحب هذه الابيات بالتوفيق والتسديد في خدمة أهل البيت. وإن كان مريم غسلها هاو كفناها الزهرة، يا ويلي عقب أبوها ضيعوها، ودار الرسالة والوصال حرقوها، وقادوا على الكرار آروا منه تهمل العين. اسمع يا حبيبي،
مريم قبر حال الخلاق معروف ومعلوم، غسلها عيسى وجابها والقلب مقلوب، لكن الزهرة غسلها الوصي. وش فيك يا علي؟ ايش فيك يا علي؟ يشوفون الجماعة الأصحاب في كل مرة يدخل ويخرج وهو يصرخ وفاطمة يا علي غسلت من قبلها النبي، مو أول فجيعة ومصيبة عليك. ها؟ أنت خبير يا أبو حسين وأنت بطل ما تهزك الريح، كيف تبكي هذا البكاء وترفع صوتك؟ تأمرون الناس بالصبر عند المصيبة وتجزعون. قال يا سلمان لا تلومني، انت ما شايف اللي انا شفته. قال ما رأيت يا علي جعلك منزعج مذعور. قال اعلم يا سلمان، يا عم يا سلمان، لما وضعت الزهراء على المغتسل ومررت بيدي عليها رأيت ضلعين مكسورين في بطني وأثر اللطمة حمراء قد بينت على خدها، وإن كان مريم غسلوها وشفنوها الزهرة يا ويلي عقب أبوها ضيعوها، ودار الرسالة والوصاية حرقوها وقادوا علي الكرار ومنه تهمل العيد. مريم قبرها للخلاق معروف ومعلوم، غسلها عيسى وجابها والقلب مألوم، والزهرة غسلها الوصي والدمع مسجوب، وأخفى قبرها وما أحد يعرفها في وين ولأي الأمور تدفن ليلين. بضعة المصطفى ويخفى يا الله.